من التفاصيل حول التطورات الميدانية على الأرض وتحديدا من حلب معي نقاء صادق مراسلة شبكة شام الإخبارية في حلب. أهلا بك نقاء معنا. إذا ما هي التفاصيل أكثر تحديدا فيما يدور في حلب الآن كمعركة مطارات؟ يعني كنا نتحدث عن مطارات عسكرية والآن عن مطار حلب الدولي. نعم، أعلن الجيش الحر عن بدء معركة الثأر لشهداء النهر، وذلك على جبهة مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري واللواء 80 وحاجز المنارة. فتم خلال هذه المعركة تحرير اللواء 80 وهو لواء دفاع جوي، ومقتل قائد اللواء العميد تركي ومقتل نائبه العميد نزار ديب، كما تم مقتل العميد منير شاعين وأكثر من 50 عنصر خلال هذه الاشتباكات. نعم، صواريخ كوبرا مضادة للطيران، كما تم تدوير حواجز استراتيجية تربط طريق مطار حلب الدولي بمدينة حلب الذي يعد طريق الإمداد الرئيسي المتبقي للقطع العسكرية داخل المدينة، وهم حاجز كازيت الراموسة وحاجز جسر عسان وحاجز المنارة. كما تم تحرير المعامل المحيطة باللواء 80 من الجهة الغربية، وتم تدمير 3 مروحيات داخل مطار النيرب العسكري، كما تم تدمير جزء كبير من مبنى المطحنة الذي يتحصن به الجيش الأسدي، ومقتل 6 من القناصات التي كانت تتمركز على سطح المطحنة. نعم. إذن تم استهداف الصالة الرئيسية لمطار حلب الدولي بقذائف الهاون. يعني المعركة الجارية بالنسبة لمطار حلب الدولي نقاء. نعم، ما زالت معركة مستمرة. طيب، التي أعلن عنها الجيش الحر. بالنسبة للنزوح، يعني وضع السكان والأهالي في المناطق المحيطة بهذه المواقع، ما هو وضع السكان أو المدنيين؟ إلى أي مناطق يتجهون؟ في أي معركة تدور فيها الاشتباكات يصبح حياة المدنيين في خطر، فيصبح حركة النزوح كبيرة جدا، فالمدنيين ينزحون إما المناطق المجاورة الأكثر هدوء أو إلى ريف حلب، وبعضهم يتجه إلى تركيا. نعم. طيب، شكرا لك نقاء صادق مراسلة شبكة شام الإخبارية في حلب، شكرا على هذه المعلومات.